عندنا للسكان لا ارض لا والو. كيجيو يبغيو يفرغونا ما عرفناش دواش. وكرسونا ما خلاوش. سمعت في قرايتي وكنفلح حنايا وباش كنعيشوا باش انا المقاري ما عندي لا خدمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جريدة الوطن العربي في طريقها إلى جماعة سيدي موسى بن علي عمالة إقليم المحمدية وبالضبط دوار القواسمة للوقوف على المشاكل والمناورات التي تعرض لها ورثة قسوم عبد القادر على حد تعبيرهم. في بداية الأمر التقينا بالسيد ميلود قسوم أو الميلودي قسوم الذي أكد لنا ما يلي. هذيك الأرض سيدي كان عمي تما ما والش الأولاد ما مجوج ما والو كان مربينا وداك الشيء وبقينا خدامين معاه حنا في هذا الشيء ديال الفلاحة وداك الشيء والوقت اللي مات هو بقينا حنا تما ونضنا الوقت اللي جات واحد الجمعية ديال هذا الشيء ديال الأغراس غرسنا 2000 شجرة غرسناها ديال الغرس وصلنا خليك شحال نتوما تمايا تقريبا واحد المده وحنا دابا باش غرسنا داك الغرس وداك الشيء شي 18 عام باش غرستو الغرس الغرس كله لاحق هذا الغرس دابا لاحق كامل لا واصل كله ولا يعطي الانتاج لا يعطي الانتاج كله وصل الانتاج يعني واش هاد الناس عندكم معاهم يعني شي دعوه قبل دعاني واحد الوقت في المحكمه ديال بن سليمان وحكمت عليا المحكمه بالافراغ ورفضت لي المحكمه ديال السيناف رفضت لي الحكم وبقينا فيها واحد المده طويله واليوم جا قال لك خاصكم تخرجوا ليا من البلاد قلنا له ودي البلاد ديال الدوله انا اللي في خباري بانكم خرجتوا من بعد عاوتاني رجعتوا رجعكم اللي ما بغيناش نخرجوا ليه ناض جاب نسابو وجا هو وجاب العائله ديالو وهجموا علينا تما هجموا علينا مشينا حنا للسبيطار الوقت اللي مشينا للسبيطار لقينا الديور عمرو يعني فحال السيبا السيبا عمروا لينا الديور سكنوا فيهم ما لقينا فين لاقوا راه القبيله كلها شاهده الوقت اللي مشينا خرجونا عامين وحنا خارجين من الكيان من هذيك الضيعه الوقت اللي مشينا للمحكمه حكمت لينا المحكمه باش نخرجوا وحكمت عليهم بستات شهر ديال السورسي وعقبتنا المحكمه تما الفيرم شحال ديال شحال نتوما تما شحال من واحد تقريبا شي 8 ديال العائلات كل واحد كيستغل في واحد البقعه قاسمينها دابا كل واحد كيستغل في واحد البقعه وعايشين فيها ما عندنا لا بلاد ما عندنا لا سكان ما عندنا حتى شي حاجه وهذا السيد بغى يشردنا من تم وعدو تقريبا واحد 30 قطار اللي عدو هو تما مجاو راه ديك الارض تما بحال بغى يستولي على هذيك الارض يزيدها ديالو قول لي واش هذيك الارض ديال من لمن تابعها هذيك كتخرج لينا اللجنه من الدومير من الاملاك المخزنيه كتخرج لي كل عام كتراقبنا تما وتمشي ولجنه من العماله جاو عندي عطاتكم شي ورقه شي حاجه ديال بان راه ديال الدوله عندي عندنا شهاده ديال المحافظه الملكيه ديال الدوله ملك الدوله مزيان دونك هذا الخاص في اسم الدوله المغربيه هذا غير بغى يترمى على هاد الارض ما فهمتش فيه هاد السيد تاغي علينا وصافي تاغي علينا وكيزور علينا بزاف زور علينا دابا المحكمة الأخرى باش حكمت؟ المحكمة الأولى دار بيا دعوة رفض ليه القاضي بدعوى علاش رفض ليه القاضي؟ قال لي تجيب لي شهادة الملكية تكون في اسمك هذه راه في اسم الدولة المغربية مزيان رفض ليه رفض ليه وناض دار بيا دعوة أخرى عند قاضي أخر حكمت عليا بالإفراغ إمتى حكمت هذه؟ تقريبا انا ما قاريش انا ما عمرني المدرسه ما لا شحال يعني غير تقريبا واحد 3 شهر تقريبا باش حكمت ودابا حاليا شنو كطالبوا دابا كنطالبوا باش حنا نبقاو تما في هذيك الفيرما تما حنا ما عندناش اللي نمشيو السيد باغي يجردنا تمايا ما عندنا لا سكان ما عندنا لا ارض لا والو النهار اللي حليتو عينيكم حليتو تما كنفلحوا تما حياتنا كلها وصلحنا تما خسرنا فلوس عندك شي ورقه ديال يعني شحال خسرتو ديال شحال تكون خسرت هذيك الشجره انا شحال ديال شجره تما بالضبط 2000 شجره 2000 شجره ديال قوم لي الخبير عينوا لي رئيس المحكمه ديال بن سليمان هو اللي عين لي خبير وقوموا لي ب 80 مليون اللي خاسر عليه تم ديال الخسارات كل عام كل شجره كتدي 100 درهم بالنسبه لهذا القاضي اللي حكم عليكم واش
واش يعني حكم عليكم غير بالافراغ ولا شي غيعطيكم شي تعويض ولا؟ ما كاين لا تعويض ما كاين حتى شي حاجه، حكم علينا بالافراغ وحكم عليا انا وحدي والاخرين ما حكمش عليهم وباغي يخرج كل شيء، وانا ما كنتصرفش غير وحدي انا في هذيك الارض. يعني معاك الاخوان والوالده؟ الاخوان كل واحد واخذ البقعه ديالو كيتصرف فيها. دابا شنو الرساله ديالك؟ شنو كتطلب؟ الرساله انا كنطلب من المخزن يشوف من حالنا، راه باغي يجردنا السيد والارض ديال الدوله، والدوله كتعطي للناس الفلاحه الاراضي اللي كيف يفلحوا فيها، ما كيعطيوهاش لواحد اللي عنده شركه، هو ما كيخدم ما والو، حنا حياتنا كلها ضاعت، حنا فلاحه وما عندناش فين نمشيو. هادي راه شهادة عدلية بالعدول درناها وشهدوا لنا الناس 12 شاهد بنا، وحنا كنستغلوا في هذيك الأرض هذه من مدة طويلة. التهامي قسوم منذ نعومة أظافري وأنا أشتغل في هذه الضيعة ليلا ونهارا. وأكد أيضا أنه مدة 18 عام وحنا كنعيشو فيها هنا، كان عمنا هنا وكنعيشو فيها هنا، وكتخرج الدوميل وكتجبرنا هنا، وغارسين فيها 2000 ديال الشجر كنفلحو فيها. دابا شنو المشكل عندكم في هاد الأرض بالضبط؟ واحد خينا جا قال لنا غنتفرغوا ليا هنا، وحنا كنفلحو هنا، عايشين هنا. عنده شي حكم؟ عنده شي حاجه؟ عندنا حكم. عندكم حكم؟ ارسل لينا بنتو. ارسل لينا بنتو، هجمت علينا وحكمت لينا المحكمه، فرغونا وخرجت لينا المحكمه. عندنا حكم ديال الابتدائيه وعندنا حكم ديال الاستئناف وردتنا المحكمه. عمنا ما والتش وهنا مربينا بحالنا مربينا وزدنا هنا. كنخدموا معاه هنا. يعني انتم زيادوا زيادوا خلق هنا. حياتنا ضاعت هنا. 45 عام عدينا هنا. 45 عام ديال الخدمه. 45 عام في عمري دابا. شكون اللي كيخرج لعندكم؟ شكون يعني الارض؟ كتخرج الدوميل وكتجبرنا هنا اللي مستثمرين هنا وهنا اللي كنفلحوا هنا. صفيه قسوم تقطن ايضا بنفس المكان، سالناها عن الامر فاجابت. لا دابا كنعيش مع خوتي هنايا، كنخدموا كاع داير مجموعين مع خوتي جوج. نعم كيجيو يبغيو يفرغونا ما عرفناش دابا اش كيبغيو. شحال نتوما هنايا؟ شي 18 عام. 18 عام وانتوما هنايا؟ اي تما كنا نعيشوا مع عمنا ضاع، بقينا حنا. يعني بقيت مع كان عمكم هو اللي كان هنا. وشكون اللي كيجي لكم هنا؟ وهذه الارض ديال الدوله هذه؟ ديال الدوله. وشكون اللي كيجي لكم؟ كيجيو ما عرفناش دابا كيجيو كيقول لك والو فرغوا تفرغوا لينا من هنا، ما عرفناش كيفاش. الغريب في الأمر قصة هذه العجوز البالغة من العمر عتية، والتي أكدت لنا في تصريح أنها تعرضت لشتى أنواع السب والضرب على مستوى الرأس، وأضافت للجريدة وترفوا علينا وليدي ضربنا للرأس رأسين ونرمنا. يوم من بعدها؟ يوم من بعدها مشاو للمحكمة ما مشاوش؟ اي هاو ايوا مشاو للمحكمة. داروا معاهم شي حاجة؟ داروا معاهم شي حاجة. وانتيا شحال وانتيا كنتو جالسين تمايا؟ مدة. يعني مدة وانتوما جالسين تمايا؟ مدة وحدي. واشنو هاد الناس شنو كيطلبوا منكم؟ ايوا طلبوا منا صوتونا وكرسونا ما خلاوش فينا. في هذا العمر هذا وصوتوك؟ ايه هاو ايام ولا ريب. شحال وانت كنتي ناعسة؟ علي شهر وانا ناعسة، شنو كضربوني هنا للراس. واش كطلبي دابا؟ ايوا نطلب ولادي ما يحبدوش انت وانا معاهم دابا. عبد القادر الاخ الاصغر لعائلة قسوم اكد في حديث للجريدة على انه انا كنسكن في هذا العقار انا وخوتي، انا تزاديت تما في هذا العقار، انا دابا في عمري 36 سنه كنخدموا فيها وكناكلوا منها عايشين منها. تكنتفاجئوا بهذا السيد ديما كيدير لنا المناورات
واي حكم داروه رفضاتو لي ثلاث الاخر حكمت علينا وحنا ما عندنا فين نمشيو. وكان ناشدو جلالة الملك باش يشوف من حالنا فد الشيء اللي واقع لينا. حلينا عينينا حلينا في الفلاح، حنا ما سمعت في قرايتي وكنفلح حنايا وباش كنعيشو، باش انا اللي ما قاري ما عندي لا خدمه لا والو. هي العرسه كناكلو منها الخبز وعايشين فيها هاد الملك. على هاد الحكم اللي صدر في حقنا راه صدر حكم زور علينا، هاد الارض ديال الدوله. كنطالب من جلالة الملك يشوف من حالنا. احنا اليوم راه غنتشردوا، راه حنا غنتشردوا. ويبقى سؤالنا معلقا الى حين الاجابه عليه، الى متى يتم الاستيلاء على الاراضي المخزنيه من طرف اهل المال والنفوذ؟